يا دكتور بدأ التسجيل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا مثل ما قلت لهذا اليوم هو التوكسوبلازموزيس او التوكسوبلازما جوندي، وهو باراسايت ينتمي الى الكينغدم بروتوزوا، الى الفايلم سبوروزوا. وهذه المجموعه من الباراسايت ضمن بلازموديوم والبابيزيا والتوكسوبلازما، ومن صفاتها الرئيسية أنه تحتوي على ستراكشر في التروفوزويت ستيج اللي يعرف ب الأبي كومبلكس أورجان، اللي هو يساعد الباراسايت في عملية البنتريشن للماميليان سيل. وبذلك فالمجموعة هذه من الباراسايت يسموها الكوكسيديا، والكوكسيديا كلها اريوني سيلولار بروتوزوا، وتعود تصنيفيا الى الفايلم ابي كومبلكسا، وتشتمل على كلاس يدعى بالسبوروزوا سب كلاس كوكسيديا. وكل هذه الباراسايت تتواجد او تعيش انترا سيلولار at some stages in their life cycle، و they possess مثل ما قلت structure يعرف بالأبيكومبلكس أبيكال كومبلكس أورجان. الكوكسيديا كلها يحصل فيها sexual sporogonic cycle، يتم بعدها إنتاج ما يعرف بال أوسيست أو السبوروسيست قبله والأوسيست، وكلها تمر بـ asexual شايزوغوني سايكل في الماميليان هوست. إذن كلها تحتاج إلى يعني أغلبها خصوصا التوكسوبلازما جوندي، many of them show alteration of the host، فهناك definitive host وهناك intermediate host. ومثل ما نعرف التوكسوبلازما جوندي باراسايت مهم مثل ما أوردت، وهو an obligate intracellular coccidium parasite، يسبب لنا ديزيز، وهو أحد الزونوتيك انفكشن في الهيومن بينج، ومنها إلى الأنيمال، يعني الديزيز انتقل من الانيمال الى الهيومن بينج. هذا الباراسايت يعتبر اوبورتونستيك بروتوزوا. اول مكتشف هذا الكلام هسه راح اقولكم يعني للتنوير بس، ما اطالبكم به كماده يعني مسؤولين عنها. الباراسايت أول ما اكتشف بواسطة عالمين فرنسيين في العام 1908، أجلوه من small rodent in North Africa يسموه الجوندوس، فلذلك سموه توكسوبلازما جوندي. ومن ذلك الوقت اكتسب شهرة بأنه imported human pathogen، وبعد ذلك وجدوا الباراسايت نفسه في عين أحد الأشخاص أو الأطفال الذين ولدوا ويعانون من كبر في حجم الرأس، يعني هيدروسيفالس، وكذلك في ليجن في الآي كان موجود السيست أوف توكسوبلازما في منطقة الرتينة. لم يتم اكتشاف اللايف سايكل او بالحقيقه المضيف الفاينل هوست الا في العام 1970، يعني قبل 50 years. وفي العام 1980 توكسوبلازما جوندي was regarded as an important opportunistic immune infection. الآن يعتبر مهم في الاميونو كومبتنس
سبجكت على حد سواء. النيم اوف توكسيك لازم تم اشتقاقه من جريك وورد. هذه الجريك وورد يعني الكلمه اللاتينيه هي توكسون، والتوكسون ات مينز ارك، والارك هو القوس، لذلك بالعربي يسمون المقوسه. ايه، والتوكسون هو اساسا يعني الهلال، اول ولادة الهلال، فهو يعني كريسنت شيب، كيرف شيب اوف ذا تروفوزويد. للباراسايت انتشار واسع في جميع الكرة الأرضية، وهو كومون هيومن انفكشن. ومن خلال الدراسات الوبائية اتضح بأنه الباراسايت موجود في جميع البوبوليشن في كافة أقطار العالم بنسب متفاوتة، يتراوح ما بين 15% إلى 75%، وعلاها 75% وجدوا في فرنسا. كذلك الباراسايت إن له انتشار خصوصا في سنترال أمريكا، يعني ساوث أمريكا، لأنه هناك أيضا الستريكات مشكلة عندهم، يعني أن أونر كات. من أجروا دراسات تبين أنه التوكسوبلازما جوندي سيرولوجيكلي كان الأنتي بوديز أمونج يونج وومن اللي يروحون للبابليك هيلث يشيكون في الموصل، كانت نسبة الانفكشن about 50%، كان منهم positive for IgM anti toxoplasma antibodies. وكذلك في الهوك كان نسبة الانفكشن في pregnant ladies اللي حصل فيهم abortion IgM antibodies، يعني من نتيجة الدراسة اتضح بأنه هناك 1% of them are infected. المهم الباراسايت يحدث في وايد رينج هوست، يعني أوجز لكم إياها بأنه كل الورم بلادد أنيمال، كل الماميليان هوست بالإضافة إلى البيرز، يقدر عددهم ب 200 species of animals are acting intermediate host for this parasite، بضمنهم الربتايلز. التوكسوبلازما جوندي يوجد داخل النوكليتد سيل، ويتواجد كذلك inside the reticulo endothelial cell of reticulo endothelial system. مثل ما قلنا يوجد داخل nucleated cell of the host ويسبب لنا disease يعرف بالtoxoplasmosis. المورفولوجي لهذا الباراسايت، لو نلاحظ اللايف سايكل التوكسوبلازما بوندين، نرى انه هناك الباراسايت يحدث بالفولوينج ستيجز، أدى 3 فورمز، أولهم التروفوزويت ستيج، بعدين يعقب التيشوسيست، والأوسيس مرحلة الأوسيس في الديفينيتيف هوست فقط التروفوزويت، والتيشوسيست هي عبارة عن asexual multiplication، asexual cycle of multiplication نسميه شايزوغوني، في حين ان الاوسيست يعقب عملية sexual reproduction اللي نطلق عليها الجاميتوغوني، اي تكوين الجميس، وبعدها الفرتلايزيشن وينتج منها السبوروسيست، ما يعرف بالسبوروغوني سايكل. هذه الثري فورم كلها تحدث في الدوميستيك كات اللي هي ديفينيتيف هوست اوف توكسوبلازما جوندي. الدوميستيك كات
إضافة إلى الأذر فيلاينز. الأذر فيلاينز يعني القططيات، يعني الأسد واحد منهم. Which are the definitive host and support، وفيها يحدث الشايزوغوني والجاميتوغوني سايكل. الاكشوال فورم اللي هو تروفوزويت والتيشو سيست يتواجد في كل الانترميديت هوست including human being and etc. كل هذه انترميديت هوست للتوكسوبلازما جندي. three other form of infection كلها infective or infectious to human being، يعني human being إذا يأخذون تروفوزويت، تعرض تروفوزويت، إذا يأخذ التيشو سيست أو الأوسيس كلها تحدث infection في human being. The trophozoite stage، trophozoite مثل ما قلنا ال shape of the parasite شوفنا crescent shape يعني arc shape، واحد من ال end إنهم يكون pointed وال other end هو rounded end اللي تتواجد فيه oval nucleus. The length of the trophozoite يتراوح ما بين 3 to 7 مايكرون، والنوكليوس اوفويد سيتويتد مثل ما قلنا في البلانت اند اوف ذا باراسايت. لو نفحص هذا التروفوزويت ستيج تحت الالكترون مايكروسكوب في هذه المنطقه تحديدا نستطيع رؤيه الابيكال كومبلكس اورجان في البوينتد اند. التروفوزويت عاده يتم صبغة بصبغة الجيمز ستين، ويبدو السيتوبلازم بأنه بلوش ان كلر والنوكليوس ريد ان كلر. الاكتفلي ملتبلاينج تروفوزويت كلها تحدث في العادة في الغالب انترا سيلولر في فيريس تشو في البدي، خصوصا بالأكوت ستيج اوف ذا انفكشن. اما لو اثرنا على تروفوزويت خارج السيل يعني اكسترا سيلولار نستطيع رؤيتهم عندما ناخذ امبريشن من الانترنال اورجان من الانفكتد هوست والنصبغه، نجد انه هذه تروفوزويت قد تحدث اكسترا سيلولارلي لانه يتم عملية بيرست للإنفكتد سيل وتخرج التروفوزويت outside the nucleus cell، وبذا يتم الإتاحة لها بإجراء الإنفكشن لأذر nucleated uninfected cell، ويحصل replication أو reproduction في هذه السيل. والباراسايت نفسه موجود محاط بفاكيولز يعني محاط ب part of the cell membrane، والريبرودكشن الى يونيك لهذه الجروب اوف بروتوزوا يعني التوكسوبلازما فقط، يختلف عن بقيه البروتوزوا. الباراسايت يتكاثر بواسطه بروسيس يعرف بالاندودايوجيني. اندودايوجيني تعني انه internal budding اللي فيه داخل الاورجانيزم داخل التروفوزويت الواحد، بعد ان يتم عمليه النوتريشن فيبدا الباراسايت تو ديفايد او تو ريبروديوس بالادق بالمعنى الادق، والريبرودكشن يتم من كل تروفوزويت انتاج two daughter trophozoite، وهو ما يزال داخل الممبرين للخلية الأم أو parent cell مثل ما نسميها. وهكذا ينتج أعداد كبيرة إلى أن تصبح الخلية غير قادرة، فيحصل لها على احتواء هذه الأعداد الهائلة فيحصل لها disintegration ويحدث release
للتروفوزويت تو انفكت اذر نيبرنج سيل. في الاكيوت الانفكشن البروليفريتنج تروفوزويت داخل الهوست سيل قد يبدون راوندد او محاط بالممبران داخل السيتوبلازم للهوست سيل داخل السيل ممبران، يعني داخل السيتوبلازم محاط بهوست سيل ممبران. هذا الستيج هنا ندعوه بالسودوسيست او اللي هو يعتبر سودوسيست او كولوني لا يزال داخل السيل. وبذلك ممكن ان نميز السيست الاخرى اللي سنتحدث عنها بواسطه الستيننج رياكشن، يعني بواسطه ستيننج كاركتر. هناك مرحلتين يمر بهم الطفيلي باللايف سايكل، احدهما يعني الريبرودكتيف ريبرودكشن السريع نسميه rapidly proliferating trophozoit، يحدث في الأكيوت infection خصوصا، فقط في الأكيوت infection نسميه هذا الستيج التاكيزويد، والتاكي means rapid in Latin. trophozoit يعتبر susceptible، هذا الستيج يعتبر susceptible للدراينج، يعني إذا تعرض السيست هنا إلى دراينج condition أو freezing ثم thawing أو تعرض للأكشن أوف gastric juices فيأثر ذلك على التروفوزويت بهذا يعني بهالستيج. هذا هو التاكيزويت، نرى أنه الباراسايت مثل ما قلنا crescent shape، وهذه كلها نوكلياي للباراسايت اللي السيتوبلازم مثل ما قلنا بلوش ان كلر والنوكليوس الريد. يعقب ذلك تكوين ما يعرف بالتيشو سيست او البراديزويد. تيشو سيست يعني من ينتهي الاورجانيزم من الرابيد مالتيبليكيشن، بعدين يعقب عمليه سيست فورميشن نسميه تيشو سيست، يحتوي لنا داخله ما يعرف بالبراديزويد. برادي means slowly multiplying. هنا هذا الستيج يعني يعتبر انكتب نسبيا لانه الميتابوليك ريت مال تقل وهو داخل التشو سيست، هو عباره عن ريستنج فورم اوف ذا باراسايت. هذا يحدث في الكرونيك ستيج من الديزيز من التوكسوبلازم التوكسوبلازموزيس، and can be found يوجد في أعضاء من البدي أهمها البرين اللي هو الموست كومن سايت، وكذلك نسبة أقل يحدث في السكليت المصل، وبعدها يحدث في أذر فيريس أورجان. الستوري مالتبلاينج هذا أنتم غير مطالبين به، هذا من الستين. slowly multiplying parasite او الباراسايت اللي يحدث له multiplication slowly اللي هو البراديزويت، عموما شكل البراديزويت يعتبر similar in morphology للتاكيزويت. السيست هنا في التشو يعتبر rounded or oval ال 10 to 20 مايكرون انسايد، ويحتوينا على اعداد من البراديزويد، والسيست هذا يبقى فايبل بهذه الصوره مستقر في التشو ما زال الانيمال حي فور سيفرال ييرز الى ان يهلك او يتم افتراسه بواسطه مضائف اخرى، خصوصا نتكلم عن الديفينيتيف هوست هو الكات، لان الكات دائما يجب تتسلى مع المايس العلاقه المشهوره. في الامنولوجيكلي نورمال هوست السيست ريمين دورمان،
لكن في الاميونو ديفيشنت سبجكت خصوصا بالجماعة الايد جماعة الكانسر اللي ياخذون اميونو سبريسيف دراج جماعة الكورتيزون دول كلها يحصل بهم اميون ريلاكسيشن، فهنا يتم اتاحة ظرف للسيست والاورجانيزم داخله يصبح ري اكتيفيتد، وهنا ينتج لنا الكونجنتال توكسوبلازموزز اللي نعرفه. يتم الانفكشن عادة بأخذ الرو والرو يعني uncooked or undercooked meat، يعني درجة الحرارة أثناء عملية الكوكينج لا تكون كافية للوصول إلى السيست تقوم بقتل الأورجانيزم، فيحصل انفكشن بواسطة الايتينج اوف ميت containing the cyst بالنسبة للهيومن بيونج، وبذلك الكات السيست وول يحصل له disruption بواسطة الاكشن اوف peptide or tryptic digestion في الدايجستيف سيستم، ويحدث ريليز للباراسايت بالدورة يعقبها انيشيشن او بداية الانفكشن، حيث يقوم الباراسايت بحدوث الانفكشن للانتستاينال ابيثيليال سيل، وبعد ذلك يصل الى فيريس تيشو في البودي من خلال البلد او الليمفاتيك سيركوليشن. يعتبر السيست سسبتبل للفريزنج والثوينج والهيت ابوف 60 ديجري سيلسيوس او سنتيغريد مثل ما نعرفها. السيست الاوسيست الان الاوسيست يحدث في الديفينيتيف هوست فقط للانتستاين اوف ذا كات اند اذر فيلاينز، لكن لا يحدث في الهيومن بينج. شكل الاو او سيست في الغالب اوفال ان شيب، والميجرمنت مالته هنا المخطط نراها يعني من هذه النقطة إلى هذه النقطة تقريبا يتراوح ما بين 10 تو 12 مايكرون ان دايمتر، وكل سيست يحتوي لنا على ريزيستنت وول اللي هو الاو سيست وول، يعقب ذلك عملية السكشوال ريبرودكشن في الكات، وعندما تكون الكات مصابة بالباراسايت فيحدث شيدنج، يعني هو الباراسايت يحفز عملية انترايتس في الكات، ويتم طرح مليونز اوف اوسيست لكل يوم من خلال الفيسز للانفكتد كات. بحدود 2 ويكس تايم بعد البرايمري انفكشن هذا الاوسيست كله يخرج الى البيئه ويمتزج بالسويل في البيئه، وعندما يكون فريش الفيسز فالاوسيست بعد ما يزال لم تجرى عمليه السبوريوليشن داخله فيعتبر ان انفكشيوس، لكن بعد مرور وقت سيفرال دايز يعني في 2 دايز بوجود التمبرشر والريلاتيف هيوميديتي المناسبه فيحدث ما ندعوه بالسبوريوليشن، اي تكوين السبورات سبورز داخل الاوسيس. يتكون تو هاي كاركترستيك توكسوبلازما يختلف عن بقية الاوسيست للبروتوزوا، يتكون تو سبوروسيست هذا واحد وهذا اثنين، وكل سبوروسيست يحتوي داخله على فور سبوروزويت، هذا يحدث خلال سيفرال دايز في الانفايرومنت في الانفايرومنت اوتسايد ذا بودي اوف ذا كات اند بيكمز انفكتيف، يعني لو تعرضنا له لو تعرضت باقي الهوست واخذت هذا المشهور سيست يحدث فيها
انفكشن كذلك. اوسيست يعتبر فيري ريزيستنت للانفايرومنتال كونديشن، وهكذا يبقى الايف في الانفايرومنتال، في الاوتسايد انفايرومنتال كونديشن بحدود 3 years time. من يحصل انفكشن لهذه الاوسيست داخل الانتستينال كانال، يحدث ريليز، يعني يتكسر الاوسيست وول ويحدث ريليز للسبوروزويت من السبوروزويت للسبوروسيست، وبعد ذلك السبوروزويت تصبح حرة وتبدي عملية الانيشيشن اوف انفكشن للسيل. قدرت عملية يعني فترة الحضانة انكوبيشن بيريد في الكات عندما تاخذ الاوسيست ب 5 تو 24 دايز، لكنه اذا طعمنا الكات ميت يحتوي على السيست للتوكسوبلازما فان ذلك يقصر كثيرا من الانكوبيشن بيريد، يؤدي الباراسايت يعني الاوسيست بالخروج مع الستول مع الفيكال ماتيريال الانفكتد كات بحدود 5 تو 10 دايز. قلنا هذا يبتدي باكوت انفكشن والكات تطرح ان انسبوريليتد اللي هو في هذه المرحله بعد ما صار له سبوريليشن فهو انفكشيوس اوسيست في الفيسز، وبعد سيفرال دايز الى سيفرال ويكس اعتمادا على التمبرشر والريلاتيف هيوميديتي الموجوده في السويل، فالاوسيست يحدث له سبوريليشن ويصبح انفكشيوس. يعتمد على ذلك على توفر الورم انفايرومنت والمويست سوير. هنا نشوف صوره لانسبوريليتد اوسيست، هذا نلاحظ ما بي ما زال يعني لا يزال لم يحصل ديفرنشيشن للامبريونيك ماس خلينا نقول داخل الاوسيست، في حين الصوره اللي جنبه يعني هو عملية ديفلوبمنت لنفس السيست تم من خلال تكوين الاوسيست، وداخل الاوسيست يوجد تو سبوروسيست، هذا واحد وهذا الاخر، وتو كل سبوروسيست يحتوينا على فور سبوروزويت، هذا واحد هذا تو هذا ثري هذا فور، والصورة كلش واضحة احسن صورة عثرت للباراسايت. إذا هناك لو ناخذ بسمير من البريتونيال فلويد للانفكتد مايس فنرى فيها الماكروفيج هذه، والماكروفيج داخل السيتوبلازم لها يحتوي على التاكيزويد اللي يكون شكله كريسنت شيب، وبجنب هذه الصورة نمبر بي نشوف هذا مرحلة البريديزويت ستيج اللي يكون الوال اوف ذا تيشو سيست ثيك وولد ويحتوي لنا على البريديزويت، واللي جنبها هنا مخطط يشوف لنا الاوسيست محتوي لنا على تو سبوروسيست، وكل سبوروسيست يحتوي لنا على فور سبوروزويت. شنو الريسك فاكتور للتوكسوبلازما انفكشن في الهيومن بينج؟ يعتبر كل من البور هايجين، خصوصا البور هاند هايجين يعني من نغسل ايدينا على طول، من نشتغل بالسويل او نتلامس مع لحوم مصابة من نغسل ايدينا كثيرا يعتبر ريسك فاكتور. كذلك الكات من تكون انفكتد
ومتواجدة في الفارمنج ارياز او في الحدائق وما شابه ذلك، والمكان اللي تختبي فيه كله يحتوي لنا على الاوسيست. كذلك من الريسك فاكتور، من يعني كثير من الناس يجيبهم تناول اللحوم غير مطبوخة، رو ميت او على عجل، خصوصا في اوروبا هذه اندر كوكت بورك، يعني يجي هذول السريع يجي ياخذ الستيك ويشويها شوي بسيط، فما توصل لدرجة الحرارة فيبقى التيشو وداخل الأورجانيزم الايف، فمن يحصل انجشن يحصل الانفكشن. كذلك عملية عدم تنظيف or poorly washed or unwashed vegetables والفروت، وأخذ بهذه الصورة أو التلامس مع السوير، كلها تحدث انفكشن وتعتبر ريسك فاكتور. إضافة إلى ذلك هنا يجي دور البوشرز، يعني الناس العاملين في بيع اللحوم، الجزارين مثل ما نقول، في معامل تحضير اللحوم، تسويقها، استعمال النايفس كثيرا بدون غسلها يعتبر عامل ايضا لنقل الانفكشن من ال بتوين ميت وكذلك الى الهيومن بينج. السورسز اوف انفكشن، الهم الكبير هو الديفينيتيف هوست اللي هو الكات، اللي يعتبر انه كريزرفوار هوست، ريزرفوار سورس اوف انفكشن. الكات، كل كات تقوم بعمل طرح الى مليونز اوف اوسيس في الفيسيل لها، هذه لو حصل انجشن كلها تحدث لنا ديزيز الانترميديت هوست ضمن هيومن بينج. اذا يعتبر الكات فيسيل هو تشيف سورس اوف انفكشن، لكن اذر يعني كل الانترميديت هوست، كل الميت انيمال يعتبرون هوست انترميديت هوست، وبذلك يساهمون في نشر الانفكشن. السكندري انفكشن سورس يعتبر التكيزويت، الماشور سيست والتيشو سيست هي الانفكتيف ستيجز، كلها ترانسميشن من الانفكتد كات الى الدوميستيك انيمال الى الهيومن بينج، ولذلك يعتبر الديزيز واحد من الامبورتنت زونوتيك انفكشن، ويحدث الترانسميشن بسبرال ويز. يحدث بطريقه الاورال ترانسميشن، قلنا اخذ اللحوم وهي رو او اندر كوكد ميت اللي تحتوي لنا على تيشو سيست. كذلك يحصل الكونجنتال ترانسميشن، يعني انفكشن يحصل له ترانسميشن من للبلاد بلاسنتال بارير للبريجننت وومن، يحدث انفكشن ان يوترو يسموه في للبيبي وهو داخل اليوترس للبريجننت مدر. البريفالنس هذه ارقام ما اطالبكم بها بس اطلعوا عليها. الاذر مود اوف ترانسميشن، قد يحصل انفكشن بالتعامل مع الماتيريال من قبل لابوراتوري تكنيشين، اذا ما اخذوا بالهم ممكن ان يحدث اكسيدنتال سيلف انوكوليشن، خصوصا بالتاكيزويت يعتبر رير يعني، لكن قد يحدث. الانفكشن may be transmitted بواسطه البلاد ترانسفيوجن، اخذ الامب unpasteurized milk كذلك، و
الايج قد كذلك وجد الباراسايت انسايد ذا ايج سم تايم، وكذلك عند حصول الترانسبلانتيشن اوف ذا اورجان، يعني من شخص الى اخر اذا موجود بالتشو سيست. هذا صورة تبين لنا الكلام اللي ذكرته سابقا عن أهمية الكات، عملية تلويث السويل، عملية تلويث الفيجيتابلز، اقتناص المايس والبيرز من قبل الكات، وهكذا الكات تنشر لنا الأوسيس إلى كل الانفايرومنت. وفاينالي الهيومن بينج إذا أخذ الرو ميت او الاندر كوكد ميت يعني الميت انيمال او الفيجيتابلز غير المغسوله او ما شابه ذلك، كلهم يؤدي الى حصول انفكشن بالديفينيت فوز. وكذلك مثل ما اشرنا الاورجان ترانسبلانت والبلاد ترانسفيوجن، وفي حاله البريجننت وومن يتم عملية انتقال الانفكشن من الومن إلى الفيتس انسايد ذا يوترس. التاكيزويت يستطيع عملية البنتريشن اوف ذا بلاد بلاسنتال بارير، ويحدث كونجنتال ندعوه الكونجنتال ترانسميشن، كونجنتال ترانسميشن. اللايف سايكل للباراسايت، التوكسوبلازما جوندي يحدث فيها في اللايف سايكل تمر في تو هوست. هذه الهوست هي الديفينيتيف هوست او الفاينل هوست، والاخر هو الانترميديت هوست. الديفينيتيف هوست كما اشرت الكات والاذر فيلاين اللي فيهم يحدث ما ندعوه بالسكشوال سايكل اللي هو جاميتوغوني ويعقبها سبوروغوني، وقبل ذلك يحدث فيهم في الديفينيتيف هوست اسكشوال سايكل، يعني السايكل تبتدي اسكشوال وبعد ذلك تكتمل سكشوالي بإنتاج السبورو الأوسيس للتوكسوبلازما جوندي. إذا في الديفينيتيف هوست يحصل اي سكشوال سايكل ويعقبها سكشوال جاميتوغوني اند سبوروغوني. أما في بقية الانترميديت هوست اللي قلنا عددها ما يقرب من 200 أنيمال بضمنها الهيومن بينجز، بضمنها كل الفارم انيمال، كل الميت انيمالز، يعني ظأن، معز، طيور الى اخره، يحدث فيها الاسكشوال سايكل، يحدث فيها الاسكشوال سايكل، يعني لا فيها السكشوال ريبرودكشن. توكسوبلازما جوندي it has two types of life cycle. ندعوها بالإنتريك سايكل، يعني الـ development اللي يحصل inside the intestinal tract، وكذلك exo-enteric cycle ما يحدث من development outside the intestinal canal، ندعوها بالإكزو انتريك سايكل. ما يحصل في الانتريك سايكل، انتريك سايكل occurs in the definitive host the cat and other feline both كل من السكشوال reproduction اللي سميناه الجاميتوغوني والاسكشوال ريبرودكشن اللي هو الشايزوغوني، يحدث داخل الميوكوزال ابيثيليال سيل
في السمول انتستاين اوف دي كات. الانفكشن للكات، الكات تكتسب الانفكشن بواسطة تناول او اخذ التشو سيست في الميت او ما موجود من سيست في الرات او المايس. وكل الرات والمايس يعني خارج المختبر، كلها في البيئة نعتبرها انفكتد بالتوكسوبلازما. فحال اقتناص المايس والرات من قبل الكات واخذهم يعتبر عملية انفكشن للكات. other animals يحدث ايضا بواسطة الانجيشن of the oocyst pad and feces. يعني لو اخذ كل الانيمال اخذوا الاوسيست الموجوده في الاغذيه الملوثه او بالفيجيتابل الملوثه فيحصل فيهم كذلك انفكشن، لكن ما يحصل فيهم السبوروبوني سايكل. البريديازويت يحصل عمليه ريليز او اطلاق من السمول انتستاين، بعد ذلك يحصل asexual multiplication أو شايزوغوني اللي يعقبها عملية تكوين الميروزويت. بعض من هذه الميروزويت يعني البريديزويت انتر يتحول إلى تروفوزويت، يعقبها حدوث asexual multiplication، وبعد ذلك يعقبها أكرر البريديزويت يدخل للسمول انتستاين، يصبح تروفوزويت، يحصل فيه بعد ذلك asexual multiplication اللي هي شايزوغوني سايكل، وينتج اعداد كبيره من الميروزويت. بعض من هذه الميروزويت او الكثير منها تعيد نفس السايكل، لكنه بعض الميروزويت يتم اصابه انتستاينال سيل جديده، وهنا يبدي الباراسايت يتصرف بصوره مغايره لما سبق، فيبدي بتطوير الشيست في الاذر اورجن، او كذلك يحصل تحول في البيهيفير بحيث يتم انتاج ما يعرف بالميل او الفيميل جاميتوسايت، يعني بمعنى ادق يحدث سكشوال سايكل. من يحصل عملية السكشوال ديفلوبمنت يتم إنتاج المايكرو والماكرو جاميت داخل الانتستاينال سيل أوف ذا كات، والمايكرو جاميت يتحرك باتجاه الماكرو جاميت اللي هي فيميل أو فيميل سيل، فيحدث فيرتيلايزيشن بواسطة الموتايل مايكروجاميت، فيعقب ذلك إنتاج الزايغوت. الزايغوت بعد ذلك تتطور منتجة الأوسيست، بعد ذلك هذه السبوروسيست خلينا نقول في بداية الأمر تغادر الانتستاينال ابيثيليال سيل إلى الفيكال ماتيريال، تخرج إلى الخارج مع الفيسل للانفكتد كات والى الاوتسايد انفايرمنت سوير، تحصل الى عمليه ديفلوبمنت او سبوريليشن اي تكوين للسبوروسيست في السويل، يعني يحصل ذلك بحدود 1 to 2 days.
الماتشور اوسيست مثل ما قلنا تحتوي على 2 سبوروسيست، وكل سبوروسيست يحتوي على 4 سبوروزويت. الحصيلة النهائية احتواها على 8 سبوروزويت اللي هو الانفكتيف فورم اوف ذا باراسايت، اللي قد يحصل له انجشن من قبل الرات او من قبل الاذر انيمالز الموجوده بالانفايرمنت، وهكذا تعاد اللايف سايكل للباراسايت. هذا مخطط لما يحصل في الكات. هنا مخطط ايضا لما اوردته، يعني لو نجي نتابع على السريع، هذا هو التيشو سيست، فيها حاوي على البريديزويت. البريديزويت يدخل الى الانتستينال سيل، يكون لنا الالتروفوزويت. الالتروفوزويت يحصل فيه شايزوغوني سايكل، هذه شايزوغوني سايكل يتم انتاج اعداد كبيره من الميروزويت. كل ميروزويت بذلك يعيد نفس بعضها، نفس الـ reproduction cycle، لكن البعض آخر يدخل intestinal cell جديدة ويتم إنتاج الماكرو والمايكرو جاميتوسايت. يحصل بعد ذلك عملية الـ fertilization وتكوين الزايغوت، والزايغوت يحيط بها وول نسميه السبوروسيست وول، فهي في هذه الصورة unsporulated. يتم عملية إطلاق هذه السبوروسيست من داخل الانتستينال سيل إلى الكات فيسز، وتكون هناك الآن في مرحلة الدياريا فيخرج إلى الخارج، ويحصل عقب ذلك عملية سبوريوليشن أي تكوين السبورات. سبور داخل الأوسيست، كل سبور يحتوي لنا على كل سبوروسيست يحتوي لنا على 4 سبوروزويت، وهكذا. هذا ما نسميه الانتريك سايكل. الانتريك سايكل في الاكزو انتريك سايكل، يعني ما يحدث خارج الانتستينال كنال. يحدث الاكزو انتريك سايكل في جميع الانترميديت هوست، من ضمنها البير طبعا. الهيومن يحصل فيهم الاكواير انفكشن مثل ما قلنا عن طريق الانكوكد الرو ميت او الاندر كوكد ميت. موجود في اللاب، موجود في لحوم الخنازير، في البورك، موجود في شتى اللحوم. الانجشن اوف ماتشور اوسيست من خلال تلوث في الفود او في الووتر او في الكونتامينيتد هاند، كلها حصل تلوث بها بالكاس فيسز، فهي بطريقه مباشره او غير مباشره تحدث الانفكشن. وكذلك يحصل congenital infection من خلال اجتياز التاكيزويت للبلايسنتر بارير والبريجننت، يعني في البريجننت مدر، فيمر الانفكشن الى البيبي انسايد اليوترس. كذلك عمليات اكرر البلد ترانسفيوجن او الاورجان ترانسبلانت. السبوروزويت من الاوسيست او البريديزويت من التيشو سيست من يصل الى الانتستينال كانال، الى الانتستينال كانال يتم عقب انت يعني تحرير الاورجانيزم، ويحصل له مالتيبليكيشن اسيكشوال، يعني تكوين الفاكيزويت، والفاكيزويت ريبروديوس باي اندودايوجيني،
والتاكيزويد يستمر في عملية المالتيبليكيشن إلى أن يصل إلى أورجان أخرى وحتى يصل الليمف والبلاد سيركوليشن. ثم تاكيزويد أيضا يروح إلى أورجان بعيدة عن الانتستاين مثل البرين أو الآي أو الليفر، كل الانترنال أورجان حتى السكليت المصل يكون لنا تشو أينما سيست تشو سيست أينما استقر. السلولي مالتبلاينج فورم انسايد ذا تشو نسميه البريديزويت. البريديزويت يبقى فايبل قلنا لسنين. الدورمنت البريديزويت انسايد ذا سيست ماي بي ري اكتيفيتد، يعني يصبح نشط كل ما حصل اميون سبريشن. الهيومن انفكشن يعتبر ديد اند اوف ذا باراسايت، يعني لو اصبنا بالتوكسوبلازما احنا بعد ما حد يقدر يفترسنا، ايه فيعتبر ديد اند اوف ذا باراسايت. هذا مخطط يشوف لنا يعني يرينا ما يحصل الكلام اللي شرحناه الان في ما يحصل في الاكزو انتريك سايكل وفي الانتريك سايكل في الفاينل او الديفينيتيف هوست اللي هو الكات. قلنا في الكات تاخذ الانفكشن من خلال عملية البريديشن أو اقتناص الماوس أو البيرز، تأخذ الانفكشن يحصل بها asexual cycle أول مرة في الانتستينال سيل ويعقبها sexual gametogony وسبوروغوني، يتم بعد ذلك اطلاق السبوروسيست بعد عملية الفرتلايزيشن. الاووسيست تحتوينا على السبوروسيست وكل سبوروسيست يحتوينا على تو سبورو. الاووسيست يحتوينا على تو سبوروسيست وكل سبوروسيست يحتوينا على فور سبوروزويت وهكذا. هذه الستيج ايضا ممكن ان تلتقط جميع الانيمال وتصاب به بهذه الطريقه. هذا ايضا ما اردناه من حصول اكزو انتريك سايكل، يعني اسكشوال مالتيبليكيشن للباراسايت او التوكسوبلازما جوندي داخل التشو اوف the intermediate host ضمنها الـ human being. انتو كطلبة مختبرات معنيين لستم معنيين بدراسة الباثوجينيسيتي والكلينيكال فيتشر اوف ذا ديزيز، فلذلك هو يعني المفروض تاخذوه، لكن انا راح اعفيكم عن اتجاوز لانه شغل طبيب وليس شغل لابراتوري تكنيشن مثلكم. فلذلك الباثوجينيسيتي والكلينيكال فيتشرز انتم لستم معنيين بها وما تجيكم في الامتحان. اعرفوا ان هناك اوردنا يحصل كونجنتال توكسوبلازموز وشرحت الكونجنتال توكسوبلازموز، يعني ينتقل الانفكشن من البريجننت مدار الى الفيتاس او الى البيبي داخل اليوترس. نعم، هناك الاكوايرد توكسوبلازموز، يعني الهيومن بينج او الاذر انيمال ياخذون الانفكشن من الانفايرومنت. هذا يسموه acquired infection
والكونجنتال انفكشن عندنا. هناك الاوكيولار توكسوبلازموزز اللي هو حصول الانفكشن في الاي تشو، وهذا خطير يسبب لنا فوساي اوف نكروسز في الرتينا، ويتواجد بها التاكيزويت ويحصل بها من جراء ذلك ليجن او انفلاميشن اللي هو كوريوريتينايتس، ويؤدي الى حصول مضاعفات في الرؤية. ما عليكم بها وهكذا. دكتور، خلال الرسائل المرسلة هناك رسالة من دكتور يسار. نعم، خلال الرسائل المرسلة هناك دكتور رسالة من دكتور يسار. نعم، مرحبا زيد، هاي بس تحية لكم والدكتور، يعني بس السلام عليكم. بالي عندك مداخلة دكتور، فقلت أبلغ الدكتور بها. العفو، أهلا وسهلا. كيف الموضوع؟ ماكشي دكتور عبد العزيز. اوكي، هناك ما مهم لكم هو اجراء عمليه اللابوراتوري دايجنوزز. نجري عمليه الدايجنوزز للاكيوت توكسوبلازموزز بواسطه طريقتين، اما يعني مشاهده الباراسايت اندر ذا مايكروسكوب، و او الاستدلال عليه بواسطه السيرولوجيكال تيست اضافه الى other means of laboratory او medical diagnosis. اذا عمليه الديمونستريشن اوف ذا باراسايت خصوصا التروفوزويت والسيست الموجود في التشو في البادي فلويد يتم بواسطة المايكروسكوبيك اكزامينيشن. المايكروسكوبيك اكزامينيشن نجري للعثور على تاكيزويت للتوكسوبلازما او مشاهدة التشو سيست في الفيريس سبيسيمن اللي تردنا للمختبر. قد تردنا نماذج بلاد او سبيوتام او بون مارو، اسبيريت او سيريبروسباينال فلويد، امنيوتيك فلويد او اذر بايوبسي ماتيريال، لمف نود، سبلين او ما شابه ذلك. فنقوم بعمليه اكزامينيشن بعد اجراء عمليه الستيننج تحضير النماذج، ونقوم بعمليه اجراء سمير وعمليه جيمز ستين او باس ستين او غومري ميثامين سيلفر ستين لمشاهده الباراسايت والستيجز اندر ذا مايكروسكوب. التاكيزويت يكون شكله مثل ما اوردنا كريسنت شيب، الى بلو سايتوبلازم ودارك نوكليس. التاكيزويت او السيست ايضا نستطيع مشاهدتهم بواسطة الفلوريسنت كونجوجيتد انتي بودي تكنيك، يعني اجراء عملية الاندايركت فلوريسنت انتي بودي تكنيك للتشو او البايوبسي التي تردنا، وحتى من خلال تحضير امبريشن سمير للاورجن اللي نحصل عليها. مشاهدة التشو سيست يدلن على حصول الانفكشن، لكن يعني مشاهده السيست في هذه النماذج ما يخبرنا انه هذا الانفكشن اكتيف او كرونيك، لكنه يدلنا على انه الانفكتد انديفيدوال مصاب، يعني انفكتد وذ توكسوبلازموزيس. وجود السيست في البلايسنتا او التشو اوف نيولي بورن انيمال يدلنا او يخبرنا بانه هناك كونجنتال توكسوبلازموزز او كونجنتال توكسوبلازما انفكشن. كذلك من الوسائل المتبعه للتشخيص عمليه اجراء الانيمال انوكوليشن، فعند ورود الماتيريال للمختبر نقوم
بعملية الانيمال انوكوليشن واجراء الايزوليشن للاورجانيزم، وذلك يتم بواسطة عملية الانوكوليشن للبادي فلويد للبلاد او التشو سبيسمان من خلال اجراء الانترا بيريتونيال انوكوليشن لهذا الماتيريال في كولوني من مايس نعرفها نظيفة خالية من الانفكشن بالتوكسوبلازموزز، او قد ايضا نقوم بعملية اجراء تشو كلشر في اللابراتوري. عند القيام باجراء الانوكوليشن للمايس بهذه الطريقة بالماتيريال اللي جتنا، بعد مرور 7 to 10 days time يجب الحصول على peritoneal lavage نسميها او exudate من peritoneal fluid، ونفحصها microscopically fresh او بواسطة staining للاستدلال ومعرفة مشاهدة الباراسايت under the microscope. مجاهدة الميكروسكوب يعني مشاهدة الباراسايت underneath the microscope يدلنا على أنه الانفكشن بوزيتيف. هناك كذلك إجراء السيرو دايجنوزز الأشخاص المصابين. السيرولوجي يعتبر هو المين ستيج للدايجنوزيس اوف توكسوبلازما، يعني بواسطة تقوم بعملية ديتكشن اوف انتي بودي الموجود في السيرة للسسبكتد بيشنت. الدايجنوزيس اوف اكيوت انفكشن بالتوكسوبلازما جندي كان بي ميد باي ديتكشن اوف سمولتينيوس بريزنس اما اي جي ام او اي جي جي انتي بودي. اي جي ام في حالة الاكيوت انفكشن والاي جي جي في حاله الكرونيك انفكشن. التيست اللي نستخدمها للديتكشن اوف اميونو اوف توكسوبلازموزز ديتكتنج اميونو جلوبولين جي انتي بودي اي جي جي انتي بودي، نستطيع باجراء الانزيم لينكد اميونو زوربنت اسي الاندايركت فلوريسنت انتي بودي تيست، اجراء اللاتكس اجلوتينيشن تيست، واخيرا ادق الفحوص هو ما يعرف بالسابين فيلدمان داي تيست المجرى في ريفرنس لابراتوري مرخص باجراء هذا الفحص فقط. البوزيتيف اي جي جي تايتر يجب ان يكون مور ذان 1 ان 10 و از ايرلي از 2 تو 3 ويكس افتر انفكشن. قد يصل البيك للتايتر اوف انتي بودي بعد مرور 4 تو 8 ويكس افتر انفكشن. البوزيتيف اي جي ام انتي بودي انديكيت ان ايرلي برايمري انفكشن، العثور على الاي جي ام يعني الاكيوت انفكشن. السيرم اي جي ام تايتر نستطيع قياسه بواسطه ما ندعوه بالدبل ساندويتش اي جي ام اليزا اور اي جي ام اميونو زوربنت اسي اللي نختصره بهذا الاي جي ام اي اس اي جي اي. كل من الفحصين الواردين على يعتبر سبيسيفيك وسنسيتيف للكشف عن الانفكشن. النيجاتيف اي جي ام تايتر والبوزيتيف اي جي جي تايتر معناها حصول يعني الباراسايت موجود في الكرونيك ستيج، يعني حصول البيشنت كرونيكلي انفكتد وذ توكسوبلازموزز. الدبل ساندويتش اي جي اي الايزا يستخدم في الديتكشن للكونجنتال انفكشن في النيو بورن بيبيز. دبل ساندويتش اي جي اي الايزا
الانتيجين، اما عن الانتيجين ديتكشن ذاك كان الانتي بودي ديتكشن، الانتيجين ديتكشن باي الايزا ايضا نستطيع اجراء يعني استخدام الايزا للديتكشن اوف انتيجين، فهذا يدلل على انه هناك ريسنت انفكشن والتوكسوبلازما. جماعه الايدز والاذر اميونو كومبرومايز بيشنت فيهم الانتيجين ديتكشن يعتبر مفيد، والديتكشن اوف انتيجين في الاميونوت امنيوتيك فلويد از هيلبفول، يساعدنا في الدايجنوزز اوف كونجنتال توكسوبلازموزز. ديتكشن اوف انتيجين في الامنيوتيك فلويد يعتبر مساعد لتشخيص الكونجنتال توكسوبلازموزز. هنالك فحص هو عبارة عن sensitivity test أو hyper sensitivity test أدق، يدعى بالسكن تيست. هذا التيست طور من قبل العالم فرانكل اللي هو عالم أمريكي مختص بالتوكسوبلازما، له منشورات عديدة على التوكسوبلازما. فأجروا هناك تحضير للدايلوتيد انتيجين للتوكسوبلازما يسموه دايلوتيد توكسوبلازين. يقوم المختبر باجراء هذا الفحص بواسطه اجراء انجكشن انترا ديرمال للانتيجين للتوكسوبلازمين، وبعد ذلك بعد مرور 2 days time او 48 hours يراجع البيشنت للابراتوري لعمليه قراءه المكان اللي اجري به الانوكوليشن بالانتيجين. هذا الفحص لو كان الشخص مصاب فيبدي ظهور بعد مرور 48 hours بانفلاميشن، يعني swelling of the area. ايه this test يعتبر لا يعتبر reliable، لكنه يعني احد التولز اللي لكن هو not very reliable، يعني السيرولوجيكال تيست هي المعول عليها. كذلك من الفحوصات اللي نستطيع اجراءها لتشخيص الاصابه هو اجراء المولكيولار ميثود مثل الدي ان اي هايبريدايزيشن تكنيك، واجراء البي سي ار بوليميريز تشين رياكشن تجرى الان لتشخيص الاصابه بالتوكسوبلازما من ديفرنت تشو والبادي فلويد. هناك البي 1 جين للتوكسوبلازما جوندي كان بي ديتكتد by PCR of the amniotic fluid في حالات الكونجنتال توكسوبلازموزز. الايميجينج او التصوير منها الماجنتيك ريزونانس ايميجينج ام ار اي والسي تي سكان، كلها تستخدم كلاهما تستخدم لتشخيص التوكسوبلازموزز، خصوصا إذا كان السيست في السنترال نيرفس سيستم للانفكتد بيشنت. إجراء الألترا سونوغرافي يو اس جي للفيتس انسايد ذا يوترس ان يوترو بعمر 20 تو 24 ويكس بريجنسي يعتبر كذلك يوسفول للدياجنوزز اوف كونجنتال Toxoplasmosis ultrasonography is useful for the diagnosis of congenital toxoplasmosis. طبعا الكنترول بس كلمتين، الكنترول نحصرهم بعملية الكنترول للديفينيتيف اوست، يعني كل البلاء يجينا من الكات.
كذلك الهايجين، بروبر كوكينج اوف ميت، ونظافة الهاندز، ووشينج اوف فيجيتابل، وبروبر كوكينج اوف ميت، والتأكد من خلو الانفكشن قبل إجراء البلد ترانسفيوجن أو البلد برودكت، و ما شكل ذلك كلها التقينا من حدوث التوكسوبلازموز. هذا يشمل الميديكال ستاف وليس اللابوراتوري تكنيشن. إذا انتهينا من التوكسوبلازما و الدياغنوزز of this important disease، نقف عند هذا الحد لانتهاء الوقت، و